أهلا وسهلا بيكم. الأول مرة يشرفني، أنا اسمي وفاء ودي قناتي، ويا ريت اللي ما اشتركش قبل كده ينزل تحت يعمل سبسكرايب ويفعل زر الجرس عشان توصلكم إشعارات بأكلاتي الجديدة إن شاء الله. وبرضو لو عجبتكم الأكلة وإن شاء الله هتعجبكم، تعملوا لايك وشير علشان توصل لأكبر عدد من الناس بمشيئة الله. أكلتنا للنهاردة، الأكلة اللي انتوا شايفينها شكلها لذيذة اهي، دي صدور دجاج أو صدور دجاج أو صدور فراخ بتتبيلة إيطالية، ما بتاخدش وقت، سريعة وفي نفس الوقت طعمها جميل جدا جدا. يلا نبتدي بالمقادير. طبعا صدور فراخ، الصدور يا جماعة حتى لو هي صدور مخلية بغسلها عادي خالص زي أي زي الفرخة الكاملة، زي الفرخة الكاملة. بنقع الصدور في دقيق وملح وخل، وبعدين اشطفهم كويس قوي وانشفهم برضو كويس قوي عشان يشربوا التتبيلة كويس. فالصدور بتتغسل، سواء الصدور او سواء الوراك المخلية، كلهم بيتغسلوا زي الفرخة الكاملة بنفس الطريقة علشان يضيع منهم اي زفارة. التتبيلة الإيطالية بتتكون من ريحان مجفف، طبعا ريحان مجفف وزعتر واوريجانو وبابريكا. طبعا الاعشاب الايطاليه هي الثلاثه التانيين اللي هم الاوريجانو والزعتر والريحان، البابريكا عشان تدي لون للصدور، وطبعا الملح. وزبادي، حط عليها زبادي وزيت زيتون. وطبعا كالعادة التتبيلة، كل ما إعادة الصدور، لأن الصدور سميكة مش فيليه رقيق، صدور سميكة وبالتالي ومش عاملاها مش مشرحاها أو مش مقطعاها، فبالتالي محتاجة وقت علشان التتبيلة تتغلغل فيها كويس، ويعني أقل حاجة أقل حاجة ساعتين. لو عملتيها من بالليل للصبح يبقى أفضل، بس مش أقل من ساعتين. وتوم بودرة، يمكن نسيت أقول عليه، يبقى الملح والبابريكا والتوم البودرة والتلاتة الإيطالي اللي هما الأوريجانو والزعتر والريحان. طبعا بتبلها كويس من جميع الجهات وأسيبها في التلاجة زي ما قلت لكم كده حوالي، يعني مش أقل من ساعتين، كل ما يكون أطول يبقى أفضل. والزيت طبعا اللي أنا حطيته في التتبيلة يفضل يبقى زيت زيتون، بس ده ما يمنعش إنه ممكن يبقى زيت أكل عادي يعني. طبعا انا مقدمه الصدور دي مع الرز لان ده تفضيل شخصي، يعني بحس ان الصدور بالطريقه دي لايقه او متمشيه اكتر مع الرز، اكتر من المكرونات او اكتر من البرغل او الفريك، تمشي ده طبعا بعد ما قعدت كتير في التتبيله حتى لونها غير يعني. وعلى جريل بقى، يا جريل يا اما على في طاسه، بحط زيت وانا وانزل بالصدور. كل ناحية تقريبا بتاخد حوالي 7 دقايق. الاول بديها صدمة كده على الناحيتين لحد ما المسام تتقفل وما تنزلش مني اي مية، وبعد كده بغطي الجريل. الجريل عندي باطة، بغطيه واسيبها تقريبا كل ناحية حوالي 7 دقايق. بفكركم يا جماعة عشان ما تنسوش، لأن الواحد ساعات يشوف الفيديو وينسى يشترك. اللي ما اشتركش في قناتي لقيت محتاجة أدعمكم، ينزل يعمل سبسكرايب، وبعد ما يعمل سبسكرايب هيظهر له زر الجرس يدوس عليه ويفعله علشان توصل إشعارات بالأكلات الجديدة، ولايكات كتير على الفيديو علشان يوصل لأكبر عدد من الناس، لايكات وشير عشان يوصل لأكبر قدر من الناس إن شاء الله. طبعا حطيتها زي ما قلت لحضراتكم، صدمة على الناحية دي وصدمة على الناحية دي، وممكن بعد كده بغطيها واسيبها حوالي 7 دقايق، وبعد كده اقلبها على الناحية التانية. الأكلة ما بتاخدش وقت، هي بس ان انا تبلتها وسبتها في التلاجة.
وبعد كده ساعتين تلاتة أربعة من بالليل للصبح جيت أعملها، فهي بس ما يعني تتبل وتتحط في التلاجة، وبعد كده ما بتيجي تعمليها على طول ما بتاخدش دقايق، يعني انت بتعمليها وفي نفس الوقت بتبقي عاملة الرز، فتحضير الأكل كله أو الوجبة كلها مش هتاخد منك ربع ساعة يعني تلت ساعة. لو حطينا الرز جنب الصدور وهي بتتعمل، يعني الرز طبعا ما بياخدش وقت، وهي تقريبا نفس وقت الصدور ونفس وقت الرز. فدي من الأكلات اللذيذة جدا، طعمها لذيذ جدا وفي نفس الوقت سريعة وما بتاخدش مجهود. قلبتها على الناحية التانية لما خدت لون، وبعد كده غطيتها علشان تستوي، طبعا على نار متوسطة، لا هي واطية قوي ولا هي عالية. حوالي 7 دقايق على كل جنب تقريبا بالتقريب، يعني برضو بيعتمد على نوع الدجاج أو الفراخ، إذا كانت صغيرة أو إذا كانت كبيرة التسوية بتختلف من ده لده. طبعا 7 دقايق أو تقريبا 6 دقايق نقلتها وبعدين عملتها على الجنب التاني. طبعا ميزة التتبيلة في ما بتطول الدجاج او ان هو منقوع في التتبيله بيسهل عمليه التسويه، يعني رغم ان هو ما بيقعدش كتير على النار الا ان الواحد لما بيقطعها بيلاقي الصدر من جوه مستوي تماما ما فيهوش اي بتاع. ليه؟ لان هو التتبيله الزبادي بتخليه طري ويستوي بسرعه، وكتر الوقت بتاع التتبيله بيخلي الفراخ تستوي بسرعه. طبعا ده بعد ما طلعتها، وطبعا ما اقولكوش بقى حبة الصوص اللي في الجريل دول انا ما حطيتهمش على الرز، لكن هو ما بيتحط على الرز بيدوله طعم خرافي، يعني بيدوله طعم لذيذ جدا جدا جدا. ده كل بقى البهاريز اللي نزلت من الفراخ بالنكهة بالطعم بتبقى طعمها لذيذ جدا. وده شكل الوجبة زي ما قلت لكم، ده تفضيل شخصي، انا بحبها مع الرز، لكن ده ما يمنعش انها ممكن تتاكل مع مكرونة عادي. فطبعا لو قطعت لكم هنا جزء منها هتلاقوها مستوية ومستوية من جوه تمام، ومفيش اي بتتقطع بسهولة ومستوية تمام من جوه، وشكلها جميل في التقديم وطعمها اجمل. وصحتين وهنا، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد.